السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله توكلنا على الله. النهاردة الفيديو بتاعنا عن المجموعة كلها برايز وشلينات وريالات وعشر قروش وخمسة مليم وعشرة مليم واتنين مليم والربع جنيه والربع جنيه مخروم وإيه تاني؟ حاجات كتير معروضة اهي، فيهم الحاجات التذكارية وفيها ريال التذكاري والبريزة التذكاري وخمسة جنيه خمس والشيلن تذكاري، حاجات كتير أكتر من 10 15 حتة هم، ولا 30 ولا 40، زي ما انتوا شايفين حالتهم كلهم أنصر. كلها أنصر شلينات ريالات سعودي. حاجات هاي كلها هاي كله معروض. فيها الدوم كمان مرتين تلاتة. فيها الدوم مرتين تلاتة. كل دول مفهومش الجنيهات المتداولة حاليا، زي مثلا اهو أنصر، في منه برضو 2005. خمسة مليم اهي، ده الحمرة جنيهات أنصر اهي. نص جنيه اللي الدنيا مقلوبة عليه اهو أنصر اهو. أوريكم بقى حاجة مفاجأة، مفاجأة جميلة. ربع جنيه الأزرق الأخضر، جنيه والجنيه الجديد بتاعنا 5 جنيه جديدة زيرو. المفاجأة بقى الفيديو الجميل ده، ربع جنيه الأخضر واللي أحلى من كده كمان نقلبه نص جنيه. طب في مفاجأة تانية يا جماعة، كل ده لسه منزلوش فيديوهات. 5 جنيه، 5 جنيه الزرقاء. اي انت شفت الاولاني ده مش 5 جنيه، دي 50 قرش. اي 50 قرش سنة 1961. عبد الحكيم الرفاعي حالتها. عشرة جنيه كانوا زمان بيقولوا عليها اللحاف.
كان فيها 20 جنيه برضو كبيرة زي كده، برضو كنا بنقول على اللحاف. باريزة بعد العمر الأجنبي. بس ايه، حبيت ايه امتع عينيكوا شوية بشوية الفكة دول، شوية الفكة دول. ده بقى الكنز بالنسبة لي، ده الكنز بالنسبة لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.